السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد، فيديو عباره على حلوه ديال الطبقات، حلوه ديال زمان اللي كتجي غزاله بزاف، كتجي رطبه كيف كتشوفوا، كتجي غزاله شكلا ومذاقا. فبغيت نشاركها معكم. صراحه المقادير ديال ماما، وحتى يعني حتى ماما هي نيت اللي غادي توجدها. فإلا بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقه تحضير الحلوه ديالنا ديال اليوم، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو. فرجه ممتعه هي كثيره. فماما قولي لنا المقادير اللي غادي نحتاجوا لهذه الحلوه. هذه غنحتاجوا 5 البيضات، 2 كيسان الزيت، 2 كيسان سنيده، دانون فاني، كوبل فانيا، 2 خمارات، والدقيق على حسب الخليط. وللتزيين غنحتاجو الكوك، كونفيتير ولا العسل. كيف ما شفتوا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير. دابا البنات غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي نهرسو البيض. عندنا هنا 5 ديال البيضات. جوج كيسان ديال الزيت، مع جوج كيسان ديال السنيدة. القياس البنات كاس د العنبة. صافي، وغادي نجمعو المكونات مع بعضها. غنجمعوا البيض والزيت والسنيده اللي درنا في القصريه حتى يتجانس مع بعضياته، ثم نضيفوا دانون فاني وفانيا. هنا البنات ضفنا ياغورت بنكهة الفانيلا مع ساشي ديال الفاني. هاد الحلوة ديال البنات راها زوينة، كتجي وحلوة اللي هي تقليدية معروفة. وهنا البنات غادي نبداو نضيفو في الطحين بشوية بشوية. وغادي نضيف حتى الخميره. عندنا هنايا جوج ساشيات ديال خميره الحلويات. بالنسبه للطحينه البنات، انا عندي هنايا كيلو، وكيف تنقول لكم دائما الدقيق تيبقى على حسب الجوده والنوعيه ديال الطحين اللي غادي تستعملوا.
وهنا غادي نستمروا في العجن حتى نجمعوا الخليط ديالنا. ماما العجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. هنا البنات راني درت تقريبا كيلو ديال الطحين كامل. صافي البنات ها هي هذه عجناها، غادي نقسموها على أربعة. جوج ديال الطبقات غادي نخليهم في هذا اللون الابيض، وجوج ديال الطبقات الثانيين غادي نديروا ليهم كوبيل. وهنا البنات خدينا كوبيل وخلطنا معاه الزيت باش غادي نديروه في الكرات اللي غادي نديروهم بجوج بيهم بالشوكولات. صافي وهنايا غادي ندخلو فيها هاد الشوكولات اولا كوبيل بودغ شوكولا. ممكن البنات تعوضوا هاد الكوبيل بالكاكاو لكم الاختيار، ولكن بكوبيل كيجي زوين. صافي كنبقاو نعجنوها مزيان حتى كتولي كامله شاده لنا هذاك اللون. صافي هنا البنات ها هما الكريسات ديالنا، دابا غادي ندوزو باش نقرصوهم في الطاوة اللي غادي تدخل الفران. تقدروا البنات ديروا البيضه، الكره البيضاء وموراها الكره ديال الشوكولات، موراها الكره البيضاء وموراها الكره ديال الشوكولات. ممكن ديروا بحال الشكل اللي درنا حنا، درنا هذه الكره ديال الشوكولات من موراها غنديروا الكره البيضاء، من موراها غنديروا الكره ديال الشوكولات، من موراها غنديروا. فوالا البنات ها هي هذه قرصاتها ماما، وغادي ندخلها دابا الفران من يطيب نرجع معاكم. وهنا البنات من بعد ما خرجت من الفران غادي ندهنها بالعسل وغادي نرشها بالكوك. نتوما البنات الا بغيتو ترشوها بالكونفيتور ديال المشماش الخاص بالحلويات لكم الاختيار. انا ما متواجدش عندي صراحه، عندي غير ديال الفريز وديال الباكور، ما غاديش يصلح لي نهائيا انني ندهن بهم، فقرت اني ندهن بالعسل. صافي غادي ندهنها كامله مزيان بالعسل، خاصها تكون دافيه البنات، ماشي دافيه يعني بارده بزاف، ولكن تكون
سخونه باش داك العسل يذوب ويلقى الكوك فين يشد صافي. وغادي نرشها كامله بالكوك كيف ما كتشوفوا. انا هنا البنات راه مازال بالبوركيني ديالي، عاد جيت من البحر ومشيت ليها نيشان، قلت نحيدها عليا عاد باش نمشي ندوش. ايوا هذا ما كان صراحة، أنا كنت متشوقة ليها، جيت ليها نيشان لحقا شحال هادي أنا ما كليتها. بالنسبة لماما صراحة كيديروها بزاف، لأنه بابا كيبغي هاد الحلوة بزاف وما كتخطاهمش. أنا ما تنديرهاش بزاف وما تنديرش أصلا الحلوة بزاف. من خلال الفيديوهات اللي كنتقاسم معكم راه ما تيكونش الحلاوة بزاف يعني لي كيك وداكشي، لأنه خصكم عندها غير مع المالح. هذا الشيء اللي كاين. فهنا البنات من بعد ما رشيتها بالكوك غادي نقطعها. بالنسبه للتقطع انا في الاول كنت بغيت نقطعها على شكل مربعات، وتفكرت ماما بلي قالت لي خاصني نقطعها على شكل معين، وعاودت قطعتها كملت التقطاع ديالها بشكل معينات. ايوا هذا ما كان. نتوما البنات قطعوها بالشكل اللي عجبكم. انا عارفه هذه الحلوه معروفه يعني البيوت المغربيه كامله عارفه هذه الحلوه، هذه كتجي صراحه الله زوينه بزاف. كنعقل ان في الاعياد وفي كاع المناسبات هذه الحلوه هي وريش بونط وغريبه والفقاس ما كانوش كيخطاو البيوت المغربيه والافراح ديالنا. وقررت انني نتقاسم معكم بحكم انني تهيتها، طاحت في بالي وتهيتها وصيبتها لي ماما. الله يخلي لي يا ربي، الله يخلي لكم امهاتكم. هذا ما كان. كيف شفتوا هنا راه حتى بديت نقطع بشكل مربع وانا نتفكرها، وقطعتها على شكل معينات. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وكومونتير زوين بحالكم. واللي اول مره كتشاهد القناه تنقول لك مرحبا بك، ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. الفيديو ديالنا البنات تسالى، كنتمنى انه يعجبكم. وكيف قلت لكم ما تنساوش لايك وكومونتير، وتنقول لكم شكرا على المشاهده والى الفيديو القادم ان شاء الله.